السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. في هذا الفيديو سنشرح كيفية التسجيل في بوابة المباريات التوظيف الخاصة بتوظيف السيدات أطر الكاديميات بالتعاقد، وعليه فإنه يمكن تسجيله حتى من هاتفك. بالتالي سنشرح تسجيل كيفية في هذا الفيديو كيفية التسجيل من خلال الهاتف. فعندما تفتح الصفحة أو الموقع الخاص بالتسجيل في الهاتف ستظهر لك هذه الصفحة، وسنتبع الخطوات التالية لكيف التسجيل. قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد الخاص بمباريات التعليم التعاقد. وعليه فإن التسجيل القبلي للتعبير عن الرغبة في الترشيح لمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات، فهذا الإعلان تجده في الصفحة الأولى عند فتحها. تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية أن الأكاديميات الجهوية التربية والتكوين ستنظم مباريات للتوظيف أساتذة أطر الأكاديميات، وذلك استعدادا للدخول التربوي 2020-2021. يعني على الراغبين في المشاركة في هذه المباريات التي ستنظم في الشهر نوفمبر 2019 التسجيل القبلي أو التعبير عن الرغبة في الترشيح من خلال الرابط التالي سنتركه لكم في الوصف، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 27 شتنبر 2019 إلى غاية الجمعة 11 أكتوبر 2019 على الساعة 12 ليلا. يعني مازال الوقت اللي يبغى يتسجل في المباراة، يعني حتى إلى غاية 11 أكتوبر. شروط المشاركة في هذه المباراة تكون للحاصلين على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية التربية أو شهادة تعادلها، والمتوفرين على مؤهلات نظرية وأكاديمية مماثلة في المسالك الجامعية. شهادة الإجازة في المسالك الجامعية التربية تخصص مهن التدريس المستفيدين من برنامج حكومي لتكوين 10000 إطار تربوي في مهن التدريس، أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية، أو الإجازة المهنية المستفيدين من برنامج الحكومي لإعادة تأهيل 25000 إطار. شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادلها. يعني فور نشر الإعلان عن إجراء المباريات من طرف الأكاديمية الجهوية التربية والتكوين سيكون على المسجلين في التسجيل القبلي المصادقة على ترشيحاتهم وتأكيد ماذا سيختارون، هل التعليم الابتدائي المزدوج أو التعليم الثانوي. على بركة الله نبدأ طريقة التسجيل. لطريقة التسجيل هي كالتالي: عندما تفتح طلب جديد تطلع لك هذه الصفحة من خلال الهاتف. يعني أولا معلومات حول الطلب، معلومات حول المترشح. يعني تكتب أولا اسمك بالعربية، الاسم بالعربية، وكذلك النسب بالعربية، الاسم الشخصي بالفرنسية، وكذلك النسب أو الكنية باللغة الفرنسية، إضافة الى تاريخ الازدياد وكذلك مكان الازدياد. تنتقل كذلك الى مثلا رقم البطاقه الوطنيه، تاريخ انتهاء الصلاحيه صالحه الى غايه 2020 او 2021، كذلك النوع هل ذكر او انثى. يعني تشوف مثلا واش ذكر ولا انثى، ذلك الحالة العائلية، واش هذا الإنسان متزوج أو عازب إلى غير ذلك. كذلك كتنتقل للعنوان، الإقليم اللي كتنتمي ليه أو الإقليم اللي زايد فيه، إضافة إلى البريد الإلكتروني الخاص بك الجيميل أو الهوت ميل أوتلوك، ثم رقم الهاتف الشخصي الخاص بالمترشح. رمز بالنسبة لرمز التحقق كيطلع من خلال الهاتف بهذه الطريقة في وسط، أما بالنسبة للحاسوب فيطلع في آخر الصفحة، أنت ممكن تخليه حتى الآخر. يعني كيطلع لك رقم هنا تجاوب، يعني ما كان كيطلع واحد الكود هنا كتكتبه هنا، يعني كتجاوب لي مثلا يكون رقم ناقص أو زائد كتكتبه في مكان الجواب. بعد ذلك كتنتقل إلى شهادة البكالوريا، مثلا المسلك الخاص بالبكالوريا، واش علوم تجريبيه، اداب، علوم انسانيه، يعني فاش خديتي البكالوريا ديالك. كتنتقل كذلك الى تاريخ الحصول على البكالوريا، سنه الحصول على البكالوريا، هذا التاريخ فين غتلقاه؟ غتلقاه في شهاده البكالوريا ديالك. كتنتقل كتعمر المكان ديال الميزه، يعني الميزه الخاصه بالبكالوريا، مقبول او مستحسن او حسن جدا او حسن. بعد ذلك
كتنتقل إجازة، معلومات حول الإجازة، نوع الإجازة، إجازة واش في المسالك التربية أو كذا، إذا كانت إجازة هذه غدير الإجازة في الدراسات الأساسية. بعد ذلك كتختار الجامعة اللي خديتي منها الإجازة ديالك، ثم تاريخ الحصول على هذه الإجازة، وكذلك موجود في على شهادة الإجازة تجد فيها تاريخ الحصول عليها، نظام الإجازة. بالنسبة لنظام الإجازة يعني يا إما النظام القديم اللي كان 4 سنوات أو 3 سنوات، أو النظام الجديد اللي هو كدير النظام الجديد بالنسبة للجدد، كيديروا النظام الجديد اللي خاص بالفصول. كذلك كتنتقل إلى تخصص الإجازة. تخصص الإجازة أش كتلقى فيه؟ كتلقى فيه التخصص ديالك، علوم حياة الأرض، رياضيات، فيزياء، علوم كهربائية إلى غير ذلك من التخصصات. بالنسبة نرجعوا لهذه النقطة، نظام الإجازة إذا درنا الجديد فقد طلع لنا هذه الصفحة تاع تخصص الإجازة، طلع لنا الفصول، يعني كدير الفصل ديالك، النقطة الفصل الأول، الفصل الثاني، الإس 3، الإس 4، الإس 5، الإس 6، يعني كتعمر هذه المعلومات. هذا بالنسبة لشهادات أخرى، هذه في حالة إذا كانت عندك شهادة أخرى فهي شهادة الإجازة. بالنسبة إجازة أخرى في تخصص آخر من غير التي ستدفع بها، ماستر، دبلوم دراسات معمقة، دبلوم دراسات العليا إلى غير ذلك، أو دبلوم الدكتوراه، تخصص هذه الشهادة كذلك كتعمر التخصص ديال هذه الشهادة إذا كانت عندك من غير شهادة البكالوريا. تاريخ الحصول على هذه الشهادة أو الجامعة التي اللي خديتي منها هذه الشهادة أو هذا الدكتوراه أو إجازة أخرى. بالنسبة لهذا السؤال كطرح، إذا كنت مستافد مثلا برنامج حكومي في مهنة التدريس كدير نعم، إذا كنت لا كدير لا. مثلا إذا كنت مستافد من البرنامج الوطني لاستكمال التأهيل ديال 25,000 إطار كدير نعم، كنت مستافدش كدير لا. هنا هذه الخانة كتجي واش عندك مثلا شي تجربة في مجال التدريس، سواء تعليم عمومي او تعليم خصوصي او تربيه غير نظاميه او محاربه المحرميه او دروس الدعم، يعني كتعمر هذه الخانه في حالات الا كان عندك شي تجربه في مجال التدريس في التعليم العمومي. كتجي هنا كدير عدد اشهر الخبره، الاشهر اللي مثلا سنه او سنتين او 3 شهور خديتي فيها دوزتي فيها التجربه ديال التعليم، او سواء في التعليم العمومي او التعليم الخصوصي او المحاولة الاميه. بالنسبة لرقم الطلب يعني هذه الخانة ما كتقربش ليها نهائيا، يعني هذه كتعطيك رقم بوحده، وليس الطلب كذلك كتعمر بوحدها، انت ما عندكش شي دخل فيها. كتجي هنا لهذه الخانة اللي هي السلك المطلوب. السلك المطلوب يعني كتعمره مثلا يا اما تعليم ابتدائي او تعليم ثانوي التأهيلي. التخصص المطلوب كدير واش مثلا يعني كتعمر هذا، نديرو مثلا هنا تعليم ابتدائي. كتجي هنا كيعطوك واش مثلا المزدوج لازم التعليم الابتدائي، غيعطوك واش مزدوج او لا امازيغيه. الا درتي مثلا اعدادي غيعطوك مثلا التخصص اللي انت باغي تدرس فيه، هي اما رياضيات او معلوميات او الى غير ذلك من التخصصات. بالنسبه هنا الخانه اللي هنا كتجي تخصص اخر ترغب في التدريس فيه، يعني كتجي مثلا عندك الرغبه في تخصص اخر كتعمرها، مثلا اللغه الفرنسيه، اجتماعيات، فيزياء، كيمياء، معلومات الى غير ذلك من التخصصات. تعمر مثلا شي رغبه اخر من غير التخصص اللي انت عمرتي واش ابتدائي او لا ثانوي اعدادي. ثانوي اعدادي كنجي لهاد الخانه كتعمر الاكاديميه المطلوبه، جهه طنجه، جهه دار البيضاء، بني ملوك، خيمنه، دار بيستات، مراكش، اسفي، الى غير ذلك. كتختار الجهه المطلوبه، ملي غتختار الجهه المطلوبه غيعطوك فيها مثلا المديريه الاقليميه عفوا المديريه الاقليميه اللي انت كتنتمي ليها، كتعمرها. من بعد ذلك كدير حفظ المعلومات، يعني هنا ما عمرناش المعلومات ما عطاناش. اما بالنسبه ملي غتعمر المعلومات غيعطيك واحد الكود هنا غتحتفظ به، اللي هو غتبقى تدخل من بعد باش تصادق على الترشح ديالك. يعني داك الكود اللي كيطلع لك في واحد الخانه هنا كيطلع هذاك، كيطلع لك بالاخضر ملي كتكمل التسجيل ديالك، كيطلع لك هنا فيها واحد الكود كتحتفظ به، تصوره او تحتفظ به، تكتبه في الهاتف ديالك، كتدخل به كمود باس او رقم سري باش تدخل. من بعد ما كدير اسم المستخدم ديالك اللي هو اسم المستخدم اللي هو رقم البطاقه الوطنيه ديالك. نتمنى تكونوا استفدتم من هذا التسجيل، وغنترك لكم رابط التسجيل في اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناه ليصلكم الجديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.